لأول مرة أنه تشهد قسنطينة أو حتى أي ولاية، ما صارت حتى في أي ولاية، أنه الفريقين يتأهلا من نفس الولاية، يتأهلوا للنهائي ويلعبوا في قسنطينة. احنا قبل كل شيء فرحانين بأنه النهائي راح يكون في قسنطينة، هذا هو الشيء الكبير. والشيء الثاني أنه فرحانين أنه ضمننا فريق من قسنطينة نسوي اللي راح يفوز بهذا الكأس، راح يمثلوا المدينة أحسن تمثيل. المباراة النهائية التعادل راح يكون يعني هي جزئيات يعني بسيطة راح تلعب عليها المقابلة، ولكن العامل الكبير اللي راح نأكدوا عليه هو العامل النفسي والعامل الذهني اللي يكون لتسير مقابلة النهائيات.